عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى لكم رمضان كريم، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء ونجمعوا القريب مع الحباب ديالنا وكلشي يا رب. اليوم نقدم لكم واحد فطيره سهله خفيفه، ما فيهاش مكونات بزاف، ما كتطلبش الوقت، اقتصاديه وزوينه. غادي نحتاجوا بالنسبه للمقادير، غنحتاجوا بصيله واحده مشلضينه رقيقه، وحبه طماطم واحده مقطعينها رقيقه، والفلفله حمراء وصفراء، الا كانت خضر يمكن لكم ديروها. وكنحطوهم هكاك في مقله، وغادي نضيفوا عليهم شويه الزيت، زيت نباتيه، وغنديروا شويه الملحه، وناخذوا شويه الابزار. نشعل البوطه وغادي نشحر المقادير ديالنا. خلات تشحر مزيان حتى تنزل، احسن تستعملوا ديال الخشب على قبل المقله باش ما تجرحش. نبقاو مستمرين حتى تنزل البصله والفلفله. ها هي البنات، راه بدات كطيح البصله والفلفله، خلاوها مازال واحد شويه ونبدا نستمروا في التحراك. انا البنات منين حصلنا على منين طاحت البصله والفلفله بحال هكا، كنزيدوا الثوم، كنضيفوا الثوم، كنضيفوا الثوم، نحركو مزيان. كينسجم مع الخليط، وكنطفيو عليها وكنخليوها حتى تبرد وندوزو المرحلة الثانية. بقاو معايا. من بعد ملي كتبرد لينا لافاغ ديالتنا، كناخدو واحد الإناء كندورو فيه واحد 4 حتى 5 الحبات ديال البيض، كنطربوهم، كنضيفو عليهم الملحة، شوية الملح، شوية الإبزار، وكنطربوهم مزيان. كنزيدو تقريبا كاس كبير، يعني الا عبرتي كاس العنبه كاس ونص ديال الحليب كتضيفيه، وكنضيفو واحد 3 المعالق كبار حتى 4 ديال الدقيق، 1 2 3، وكنضيفو خمارة وحدة ديال الحلوى،
كنستمروا. يمكن لكم تضيفوا لا شاركوتري اللي عندكم. انا عندي دي مورسو دو لا شاركوتري غادي نضيفها. الا ما كانش ما كاينلاش تكتفوا بداك الشيء اللي درتو. انا كنحصلوا على هذا الخليط هذا. كناخذوا واحد المول كندهنوا بالزبده وكنديروا فوق منه الطحين وكنوجدوا الفران درجه الحراره 170 درجه وكنخشوا الفران. بقاو معانا ما تمشيوش. قبل ما نخشوها في الفران البنات غادي نديرو عليها فرماج غابي. اما فرماج حمر ولا موتزاريلا كنغطو بالفرماج. انا عندي موتزاريلا ومن بعد ندخلو الفران. من بعد ما خرجنا من الفران ها هو الشكل ديالها محمره كتشهي ريحتها عاطيه البنات كتشهي. ها هي نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا الشكل النهائي كتجي زوينه قاصونه. نجيب ان سباتول باش نهزها لكم معايا. سخونه باقا سخونه هاهي البنات هاهي باقا سخونه كتشهي. يلا نتمنى تعجبكم هاد الفيديو. الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني ولايك. السلام عليكم.